السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى وياكم. راح نأخذ مثال عن الـ Async Await، مثال واقعي. لاحظ هذا التطبيق اللي أمامك ده يجلب البيانات من الإنترنت عن طريق الـ Async Await وباستخدام الـ Future أيضا. طبعا لما أجي أعمل كليك على أي واحد من عندهم راح ألاحظ أنه في Spinner يشتغل لحد ما يجلب لي البيانات. لاحظ أيضا يظهر Spinner. خلينا نشوف هذا التطبيق من إيش يتكون. طبعا أيضا مرفوع على جيت هاب مالتي اللي وضحته بداية الفيديو، تقدر تشوفه. نبدأ بالبوب سبيك. لاحظ هنا مجرد بعد الكوبرتينو ايكونز ضفت ال HTTP والنسخة اللي موجودة. ال HTTP أني استفاد من عنده ليش؟ لأنه أنا داي أتعامل مع البيانات عبر الإنترنت، معناته أنه البيانات مالتي راح تجي عن طريق ال HTTP request. pop get post put get post وايضا الباتش، كل هاي البروتوكولز هي مربوطه مع ال HTTP request. فاذا اني فقط احتاج مكتبه ال HTTP حتى اجي اجلب البيانات من الانترنت. بعد ذلك اجت عملت لي دارت فايل او دارت كلاس اسمه سيرفر، وهذا موجود من ضمن اللب. اني عامل له فولدر اسمه داتا وفي داخلها server.dart. طبعا هذا كله يعني شرحه بالدورات الثلاثه الاولى اللي مال الفلاتر، فمعلم كيف انه انت شلون الترتيب للملفات. طيب السيرفر دوت دارت شو يحتوي؟ طبعا يحتوي على مكتبه الاسينك، مكتبه الكونفرت، وايضا جالب هنا عندي موديول اللي هو getUsers.dart، وأيضا يحتوي على مكتبة ال HTTP اللي أنا يعني أصلا هنا قمت بتنصيبه. طبعا أنت من تضيف أي شيء هنا لازم تقوله pop get. زين، قبل أن نجي على السيرفر خلي نشوف هذا الموديل. عملت لي library خاص سميته بالفولدر خاص اسمه data، في موديل عفوا، في داخل الموديل موجود عندي الفايل اللي هو getUsers.dart. get users عباره عن كلاس للدارت اسمه get users، بها مجموعه اشياء init string email، طبعا init string string بالنسبه لمن؟ بالنسبه لل id name email phone number. هذه الاتريبيوت اللي انا احتاجها. ايضا عنده constructor خاص مالته، شلون نعرف constructor؟ هذا من اسمه طبعا، نفس الاسم اللي هو يحتوي على this id this name this email this phone. اضافه الى ذلك راح احتاج الى انه الاشياء اللي انا اجلبها من الانترنت اضعها بشكل خلينا نقول اخذ من عندها القيم اللي انا احتاجها. بس على سبيل المثال اجي اقول له انه الاي دي اللي هنا أنا راح يساوي لنا الجيسون اي دي، والنيم هو جيسون نيم، والايميل هو جيسون ايميل، والفون نمبر هو جيسون فون نمبر. يعني فكره هذا شنو هو؟ انه البيانات اللي راح تجي راح اجي استخرج من عندها فقط الامور اللي انا احتاجها. السؤال الاهم، البيانات منين دا اجيبها؟ تقدر تجيبه من اي مكان، من الاي بي اي اللي عملك اياه صديقك، او انت تصنع اي بي اي خاص لك. بهاي الدرس او بهاي الدوره احنا جاي نستخدم الاي بي اي من الجيسون بليس هولدر. يعني بس مجرد انك تكتب جيسون بليس هولدر فيظهر لك بالجوجل موقع جيسون بليس هولدر. فكرته شنو؟ فكرته شوف لاحظ هنا جيسون بليس هولدر دوت تايب كود دوت كوم، هو فيك ريستفول اي بي اي، بيانات فيك مزيفة. بس على مود شنو نعمل تجاربنا عليها، ننزل للأسفل لاحظ هنا أنواع من الريسورسز موجودة. أنا جاي أستخدم الريسورس اللي هو users، لما أضغط عليه طلع لي هذه الـ API. إذن هذا الـ API جاهز، أقدر هذا رأسا أجي أعمل له شنو؟ أجي أعمل له copy. إضافة إلى ذلك أنت ممكن تجي تبحث عن طريق الـ ID، يعني مثلا إذا أريد أني أظهر فقط هذه القيمة فبالـ users أقول له slash واحد مثلا وأقول له enter، فراح يظهر لي قيمة واحدة فقط. زين، فإذا أنا أحتاج إلى هذا الرابط. هذا يحتوي على ID name username email address وإلى آخر من أمور. أنا طلبت من عنده، أريد من عندك ال ID والname والemail. فهنا أنا ألاحظ أنه بالمشروع مالتي ألاحظ ID name email، وفي عندي أيضا الفون نمبر اللي هو موجود أيضا هنا أنا. هذا هو الفون، زين، اللي طلع لك الرقم التليفون. حلو، وعندك ايضا الويب سايت والكومباني والى اخره من امور. اذا تريد تحتاج بقيه الاشياء فممكن ايضا تجلبها باضافه اشياء اضافه هنا. يعني انت الكلاس مالتك على اساس الكلاس انت جاي تستخرج هذه البيانات، فما تريد تعرض كل شيء، تريد تعرض فقط الاشياء اللي انت تحتاجها.
جميل، بعد ما صنعنا الموديل اللي احنا محتاجينه حتى نجيب البيانات وعلى اساسها نجي نفلتر، ندخل السيرفر. بالسيرفر انا اجي اعمل لي كلاس اسمه سيرفر، واجي احدد له شنو، احدد له السترينج اللي هو فاينل سترينج اي بي اي يو ار ال، متغير سترينج نوعه. فكرته شنو؟ انه اجيت اخذت هذا الرابط منين؟ منه هذا، عملت له كوبي واجيت هنا عملت له بيست. حلو، هذا المتغير ثبتته. اجي اعمل لي فانكشن، الفانكشن هو نوعه قلنا فيوتشر. في داخل الفيوتشر البيانات اللي راح اجيبها هي ليست عنصر واحد، هي مجموعه عناصر في داخلها، بمعنى هي قائمه. لاحظ حتى بدايتها على شكل ليست، او احنا نسميها بالاراي اوف جيسون او اراي اوف اوبجكت. فبما انه هي قائمه من الاسماء، فلذلك انا استخدمت في داخل هذا الاكبر والاصغر مالت الفيوتشر استخدمت كلمه ليست، لان هي راح تجي لي قائمه. الليست ايضا في داخلها تاجات موجوده اللي انت راح تحدد بها نوع البيانات اللي تجيك، انتجر ولا سترينج ولا شو. انا بالنسبه لي البيانات اللي راح تجي لي هي اكثر من نوع. البيانات ممكن تكون على شكل اوبجكت مثل ادريس، او ممكن تكون على شكل سترينج مثل يوزر نيم، او ممكن تكون انتجر مثل الاي دي. لذلك انا جيت صنعت هنا شنو، جيت صنعت هنا جيت يوزرز، صنعت موديل حتى اقول له شنو، انه اني هاي المعلومات احتاجها بغض النظر اذا كان هي انتجر او سترينج او اوبجكت. ليش؟ لان كلاس هي اكبر شيء، ممكن يحتوي اوبجكت، ممكن يحتوي انتجر، ممكن يحتوي سترينج، ممكن يحتوي كلتها. فهنا اجيت قلت له get string get users، يعني انه انا القائمه مالتي راح تجي بالضبط مثل ما موجود بالكلاس get users. فهو يجي يعمل لي fetch للجيسون داتا. هذا اسم function، ممكن تغيره، ممكن تسميه اي اسم تريده. لاحظ هذا الفانكشن هو async. ليش async؟ لان انا جاي اخذ البيانات من الانترنت، قلنا اي شيء ناخذه من خارج التطبيق من الانترنت لازم يكون async. بعد ذلك جيت عملت لي متغير سميته جيسون ريسبونس. فكرته شنو؟ جيت قلت له HTTP، هذا اللي عرفته هنا، قلت له انت راح تجي تحصل لي على المعلومات من من، او البيانات من من، من هذا الـ API URL اللي هو بالتالي شنو؟ الـ API نفسه، هاي المعلومات اللي تحصلها. حلو، ليش ذكرت await؟ ها، لانه ممكن الانترنت يكون ضعيف او يحتاج وقت لحد ما يجيب البيانات، فما معقوله انه هو راسا يروح ويرجع، لا، ينتظر لحد ما يجيب كل البيانات. فلذلك انا ضفت هنا async حتى شنو، الرد اللي يجي لي من الانترنت استخدم وياها await. جميل، هنا جيت استخدمت if else. ليش؟ لان ممكن يجيني رد وممكن ما يجيني رد، ممكن هذا الموقع واقع او هذا الموقع ما يشتغل او صار expire، او ممكن هذا الموقع شغال. اذا جيت استخدمت if else. بالإف جاي أشرط عليه أنه النتيجة اللي راح تجي لك من هذا الموقع يحتوي على شنو؟ status code. هذا الشيء يعني شرحه بالدورة مالت الأعرفل، دورة مالت الفلاتر، شارح status code وشون جاي نستخرجه. status code هي الحالة، النتيجة اللي جتي هاي البيانات إذا أجتي راح ينطيك status code يساوي 200. معناته شنو؟ معناته أنه في رد، النتيجة موجودة، الداتا موجودة، الموقع شغال. جميل، زين اذا كان الموقع شغال والبيانات اجتي شو تريد تسوي؟ في داخل الاف راح اجي اعمل لي فاينل جيسون ايتم، اجي اعمل لي متغير فاينل جيسون ايتم. شنو فكرته؟ فكرته انه هاي النتيجه اللي راح تجيني لازم اعمل لها ديكود، ديكود المن للجيسون ريسبونس دوت بادي. ليش؟ لان هاي المعلومات موجوده في داخل البادي، هذا احنا نسميه الهيدر، اوكي، اليو ار ال هيدر، هذا هو البادي، فالمعلومات موجوده بالبادي، لذلك انا طلبت البادي. بعد ذلك اجي المعلومات هذه لازم اعملها بترتيب معين، فلذلك استخدمت كاست. الكاست ايش راح يقول لي؟ راح يقول لي انت اختار لي البيانات شلون تريد ترتبها. البيانات مالتي تحتوي على قيمه ومفتاح، يعني يكون عندك مفتاح وقيمته، لان هنا انت جاي تتعامل مع جيسون. حلو، والجيسون يكون عنده قيمة، القيمة اللي هي واحد ومفتاحها اللي هو الـ ID. لهنا تمام. اللي يشبه هذا الشيء بالفلاتر أو الدارت هو الماب. الماب أيضا يحتوي على قيمتين اللي هو string and القيمة الأخرى، ممكن يكون string string، ممكن يكون integer integer، أو ممكن يكون string dynamic.
ليش اختارت سترينج دايناميك؟ المفاتيح هي عبارة عن سترينج، والدليل من أجي أشوف هنا كل القيم من تبلش تتبلش بسترينج، وهاي هو شنو؟ أساس الجيسون. الجيسون دائما مفاتيحها سترينج، فلذلك جيت اختاريت هنا شنو؟ سترينج أول قيمة راح تكون. زين القيم مالتها الفاليو شنو هي نوعها؟ هي ليست سترينج فقط، هي موجود بها نمبر، بها سترينج، وبها أوبجكت. إذن أكثر من شيء، لذلك اختاريت شنو؟ دايناميك. إذن دايناميك في حال إذا أنت شاك بالموضوع، في حال إذا كانت البيانات القيمة مالتها ممكن تكون انتجر، ممكن تكون string، ممكن تكون object، فتستخدم دايناميك. هذا تغلب هنا تسوي القوسين مالتها. بعد ذلك تيجي تعمل لك قائمة، هذه القائمة نوعها الكلاس اللي أنت صنعته get users. زين حتى تحصل على هاي المعلومات. ليش؟ هو من دي يجلب لك، دي يجلب لك كل شيء. انت ما تريد كل شيء، انت تريد ID والنيم والإيميل والفون، ما تريد الباقية. فلذلك لازم أني أجي أشوف شنو الأشياء اللي أحتاجها. فمن الكلاس أجي أقول list get user، أنطي له اسم هذا list ونوعه get user اللي هو الكلاس، أنطي له اسم user list. حلو، هذه القيم شلون أعبيها؟ JSON item اللي هو هذا dot map. تعال هاي القيم اللي جبتهم أنت شكلها على أساس الموديل اللي موجودة يمي. ليش؟ لأن أني ما أريد كل القيم، أنا أريد بس الـ ID والنيم والإيميل والفون نمبر. حلو، إذا أني أجي كجيسون جبت لك القيم مالتك، فمن أجي أجيب لك هاي البيانات أجي أحولهم from JSON للـ get user. هذا منين دي يجيبه؟ هذا function موجودة هنا هو from user، فجاب لك البيانات ورتب لك إياه بهذه الصورة. وهذا شرحه بدورة الفلاتر النسخة الرابعة الفيرجن 4، تمام؟ بالقائمة موجودة. بعد ذلك من يحولهم إلى ليست ترجع هذا اليوزر ليست. فبهالشكل إيش صار؟ هذا الفانكشن يرجع لك قائمة بالمعلومات. في حالة الفشل تمام، انطيني شنو سبب الفشل، يعني مثلا الانترنت مقطوع أو أي شيء آخر. هذا بالنسبة للليست. إذا أريد أطلع عنصر واحد فقط، يعني مثلا بس هذه القيمة أنا أريد أظهرها، أوكي، يعني ما أريد كل اليوزرز، بالحالة هذا راح يفيدني بالشو داتا. إذا أكتب سلاش 1 راح يطلع لي هاي القيم فقط. لاحظ أول واحد، هذا شلون أسويها؟ أوكي، هي نفس الفكرة تقريبا، بس لكن الفانكشن هذا لازم يأخذ الاي دي حتى يعرف بالضبط أنت يا قيمة تريد، أول اسم، ثاني اسم، ثالث اسم، منو تريد. فلازم أحتاج اي دي. أيضا أستخدم ويا أسينك وفيوتشر، والفيوتشر مالته قلت له دايناميك. ليش؟ لأنه ممكن يكون أي شيء يحتوي، يحتوي على رقم، ويحتوي على string، ويحتوي على object. حلو، بعدين أجي أعمل لي متغير وأقول له شنو الـ API URL اللي هو هذا الـ URL بالكامل. إذا قلت له slash 1 أو 2 أو 3 راح يطلع لي بس عنصر واحد، فلذلك جيت قلت له slash ID، بمعنى أنطيني أنت الرقم حتى نقدر طلع لك القيمة اللي أنت تبحث عنها. بعد ذلك أجي أعمل await المن لهذا الـ URL، لأن هو يجيب لي معلومات من الانترنت، لازم أعمل له await. إذا جت النتيجة خلاص شريد من عندك، تجي تعمل الديكود وتجلب المحتوى مالته البادي، لأن هاي موجودة بالبادي. بعد ما جبت المحتوى رجع لي النتيجة خلاص. إذا في إيرور، إذا هذا ليست 200 إيرور، رجع لي إيرور. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للسيرفر دوت دارت.